نحن الآن في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، هنا في قرية جوباس تحديدا، حيث استهدفت الطائرات الحربية تجمعا للنازحين في القرية. كما نشاهد في الصورة الخيام قد مزقت بشكل كامل بحسب الدفاع المدني. حصيلة الأولية لهذا الاستهداف هي 4 شهداء و10 مصابين، أيضا دمار كبير جدا في خيام النازحين. حالة من الذعر والخوف تشهدها المنطقة في ريف إدلب الجنوبي والشرقي بسبب استمرار القصف من قبل الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام والطائرات المروحية أيضا على هذه المنطقة. الطائرات الحربية الرشاشة ما زالت تستهدف النازحين على الطرقات الدولية، على طريق المعرة باتجاه منطقة باب الهوى باتجاه الشمال، ما زالت الاستهدافات مستمرة لأرتال النازحين. وهنا أيضا المخيم بقرب من قرية جوباس تم استهدافه قبل قليل من قبل الطائرات الحربية بغارة بالصواريخ الفراغية. بحسب الدفاع المدني أن حصيلة الشهداء والمرجحة للزيادة بسبب هذا الاستهداف. احترقت خيام النازحين، مزقت الخيام في هذا المكان، لا يوجد إلى الآن مكان آمن للنازحين للتوجه إليه. ما زالت أرتال النازحين تنطلق باتجاه الشمال دون معرفة إمكانية الثبات في منطقة، لا يوجد مراكز إيواء مؤقت، مكان آمن للنازحين لا يوجد بسبب استمرار القصف على أرتال النازحين والمخيمات المؤقتة التي يتخذونها كملجأ مؤقت لهم.